انهيار مبنى في جامعة القصيم وأنباء عن 3 وفيات وإعادة الأمل كما عودناكم على طاولة يا هلا كل مساء. وأيضا في يا هلا رصد للإعلام المصري وطريقة تعاطيه مع عاصفة الحزم والملف اليمني. وأيضا عصابات تستهدف عملاء البنوك في المملكة بإيهامهم أنهم من مؤسسة النقد، إضافة إلى باقي فقراتنا الثابتة. مساكم الله بالخير، شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في هلا. باشرت فرق الدفاع المدني البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبنى إنشائي في المدينة الجامعية لجامعة القصيم الواقعة شمال غرب مدينة بريدة، وتشير التفاصيل الأولية أن مبنى لقاعة المؤتمرات بالجامعة قد انهار، ولا تزال التقديرات لوجود أشخاص من الشركة المنفذة تحت الأنقاض مع أنباء عن 3 وفيات جراء هذا الانهيار. تفاصيل أكثر ينضم لنا هاتفيا الأستاذ بندر أحمد الرشودي وهو مدير إدارة الإعلام جامعة القصيم. أهلا وسهلا فيك أستاذ بندر. أهلا وسهلا أستاذ علي، مساك الله خير لك وللمشاهدين. الله بالنور، الله يخليك وألف سلامة. بداية، هل لك أن تطلعنا على آخر التطورات، عدد المصابين، أسباب الانهيار، عدد المفقودين، آخر التطورات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا نأسف لهذا الحادث المؤلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي المصابين وأن يترطف المفقودين وأن يرحم الأموات منهم إن شاء الله. طبعا بحسب إحصاءات مقاول المشروع فإن عدد العمالة المفقودة حتى الآن هي طبعا 14 عامل يمثلون أغلبهم جنسيات آسيوية، وبعض العمالة المهندسين المصريين. حتى هذه اللحظة قبل قليل تم استخراج الجثة الخامسة المتوفاة طبعا من تحت الأنقاض لأحد العمال الآسيويين، وخمس جثث طبعا لعمالة آسيوية ومهندس مصري تم استخراج جثتهم أموات، نسأل الله العافية والرحمة والمغفرة. وما زال هناك تقريبا حتى الآن 6 عمال مفقودين حسب الكشوفات اللي وصلتنا من مقاول المشروع، الكشوفات الرسمية للعمل اليومي داخل مبنى مركز المؤتمرات في الجامعة. طبعا الحادث وقع تقريبا الساعة 2:45 من ظهر هذا اليوم الاثنين. الانهيار عبارة عن انهيار سقف أثناء الصب للسقف الخرساني المسلح لدائرة تقريبا قطرها 27 متر بأحد أجزاء المشروع. هذه تقريبا أبرز المعلومات المتواجدة لدينا حتى الآن حسب تقارير الجهات المعنية اللي باشرت الحادث من الدفاع المدني والشؤون الصحية والهلال الأحمر وأيضا إدارة المشاريع والصيانة في الجامعة. أيضا وجه طبعا قبل قليل أمير القصيم كان في الموقع، وجه بتشكيل لجنة عاجلة مكونة من الجامعة والإمارة المنطقة و الدفاع المدني والشؤون الصحية لرفع تقرير عاجل عن مسببات الحادث. أن تشير طبعا التقديرات الأولية لأنه إلى أن عدم تحمل الدعائم الرأسية للأحمال أثناء صب الأسمنت بشكل مبدئي على الأقل تقدير. نعم، عموما نتمنى السلامة للجميع. إذن 5 ضحايا حتى الآن. شكرا لك الأستاذ بندر الرشودي مدير إدارة الإعلام بجامعة القصيم. إذن نأخذ أول فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف إعادة الأمل.